السادة الوزراء، السادة الحضور من الإعلاميين والضيوف، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في هذه الندوة الفكرية الإعلامية، متمنين أن تكون قد قدمت لكم إضافة في مجال التحصيل على المعلومات والتحليلات ووجهات النظر من قبل الشخصيات الرسمية، سواء كانوا وزراء حاليا أو غير وزراء في المستقبل. هذه المبادرة هي جاءت نتيجة للقاءات التي جمعتني معكم أنتم مدراء الصحف الورقية بالمزدوجتين، مدراء المواقع الإلكترونية، مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، ومختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي. وقد سجلتم بشكل واضح وصريح أن فيه تناقص أو نقص في التواصل مع مختلف الفاعلين وعلى رأسهم السادة الوزراء، وكنت قد التزمت لكم بأن هذا الموضوع يعتبر من الماضي، ووعدتكم بأنني سأبادر شخصيا بتنظيم لقاءات مع الإعلاميين والسادة الوزراء. وهذه المرة الأولى نتمنى أن تكون فيها فائدة كبيرة بالنسبة للإعلاميين وبالنسبة للسلطات العمومية وبالنسبة للمواطنين، لأن الهدف الأول والأخير من خلال هذه الندوات هو تقديم معلومات رسمية أو تقديم وجهات نظر أو تحليلات رسمية يستفيد منها الرأي العام من جهة، وتواجه التضليلات والدعايات و يعني مختلف التناولات الإعلامية أو الزوايا المطروحة في مختلف الوسائط. هذه الندوات قد تكون موضوعاتية، يعني في كل مرة قد تتناول موضوع معين، وقد تكون عامة، قد تكون بمبادرة مني شخصيا وزارة الاتصال قصدي، أو قد تكون باقتراح من أي وزير في القطاع، وقد تكون باقتراح منكم السادة الإعلاميين. يعني نحن جاهزون للتفاعل مع وسائل الإعلام على اختلافها. الهدف الأول والأخير قلنا هو إيصال المعلومة إلى المواطنين. اليوم الموضوع الأساسي هو التشغيل. لماذا التشغيل؟ لأن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون حققت يعني مجهودات جبارة، ربما لو تقولها يعني لأي واحد خارج الجزائر ربما ما يصدقهاش، مجهودات جبارة في مجال التشغيل، ولكن بكل الأسف ظلت مخفية، يعني لدرجة أنه لا يوجد أي جهد في هذا المجال. لذلك اليوم السادة الوزراء سوف يتكلمون بالأرقام، الأرقام الحقيقية، الأرقام الصادقة والتي يعكسها الواقع. عندما تستمعون لهذه الأرقام في بيئة عالمية وإقليمية متوترة، خاصة بين 2020 و2023، كورونا، الحرب في أوكرانيا، تأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية، البنك الدولي قبل يوم 5 أكتوبر يقول أنه حوالي 5 مليون تأثروا بهذه الصدمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الوقت الجزائر تنجز ما يعجز عن صديقه العقل. ونخلي السادة الوزراء هم اللي قدموا الأرقام، والواقع هو الذي يثبت ذلك. شكرا لكم، السلام عليكم.